دقيقة حل مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الفل عطوينسا الكل، إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير. مازلت الشمس منورة برج الحمل، مولود اليوم نتمنيه له كان الخير السعادة في نهار عيد ميلاده. راهي فترة حظوظ زينة ليه والباقي الأبراج النارية، هوني نحكيه مع الأسد وبرج القوس قفزة نوعية، فما انطلاقة متميزة. مرحبا بكم في عالم الحظوظ المالية. الثورة راك تتحرر من مشاكل قديمة الحمد لله، راه عندك بدايات جديدة. والجوزاء فما تفاؤل طاقة فرحة سعادة ينوروا حياتك، عندك انفراج كبير، راك تعيش ايامات حلوه. نهايه الشهر مارس بالنسبه ليك عندك الحظ. وبرج السرطان اخر ايامات الشهر مارس راك تودعك الطاقه السلبيه وتستقبل ايامات بروح ايجابيه. زيد الجمعه الاولى من افريل توعدك بالحظوظ الزينه. الى اسد فما فرص استثنائيه، راهي حظوظكم كبيره، خاصه هوني نحكيو مع مواليد الجمعه الاولى من الشهر جويليا، عندكم اصفر فما راحه وين تتغير الاحوال للافضل. وبرج العذراء من غير خوف نحبك تطمين، راو حتى شيء لي نجم يعرقل خطواتكم العاطفية، راو عندك انفراج كبير على الصعيد الشخصي وخطوبة في الأفق. نتعدي وللميزان، لقاءات متعدة، اتصالات إيجابية، راك تحقق إنجاز مهني مهم وهكيك ترتاح من مشاكلك المالية. وكان على العقرب صحيا الحمد لله يا ربي، مهنيا نتراقلي شكون كيفك، وعاطفيا إن شاء الله يا ربي فما خطوبة في النص الثاني من رمضان. القوس باي باي زيدة للمشاكل المهنية، خاصة هوني زيدة نحكيه على المشاكل العائلية، الحلول الموجودة والحظ الجيد جايب لك معاه برشة برشة فلوس. وعلى فكرة راهو عندك موعد مع حب جديد. وكان على الجدي فترة ممتازة باتصالاتها، هوني مش نحكي مع الجدي كها، نحكي مع كيفة الأبراج الترابية. ادلوا خطوات ثابتة ونجاح يرافق المشروع الجديد اللي قاعد حاليا نتحضر له. ونختموا مع الحوت، حوتنا الرومانسي، تعيش السعادة الفرحة الخير المفاجئات المزينة. راهو عندك برشا دعم الأحباب والأصحاب، وقيت تقولهم يعيشكم على وقفتهم معك. دقيقة حل مع فاطمة عبد الرحيم.